يقول الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، احنا جبارين صغار، الجبارين الكبار الجزائريين جبارين جبارين، لما بيقفوا مع فلسطين بيقفوا مع فلسطين. وبدي اعيد لك انا لما الجزائريين عندكم يعني واحد القوة اللي ما كايناش. احنا المغاربة ديالنا، المغاربة ديالنا اللي تيوقع شي مشكل ولا تيوقع شي حاجة، ربنا خلق سنة تيخاف، وما كاين غير العام سيدي العام لالا، ما كاينش الدفاع، ما تيدافعوش على كرورهم. اما الجزائريين، انا مشيت جيت انا باش نصبغ، الناس تقول لي كتصبغ، اللي كيقول لي لا، انا اولا الجزائريين هما اللي دخلوا عليا وطلبوا مني نهضر، وثانيا حنا خوت في الاسلام، حنا كاملين بينا بحال بحال. انا تبقاوش تجيو عندي وتقولوا لي المشكل اللي واقع ما بين الجزائر والمغرب، انا هذا الشيء ما عارفاش. انا ما الا نتوما وقع لكم مشكل، المشكل راه فيكم نتوما ماشي في الشقيقه الجزائر. برجوليه من لا رمي ورود لا حتى شيء. فما برشا معناها دي فيديو شفتهم كيفاش المظاهرات سلميه، وكيفاش المظاهرين كيفاش يعاونوا في بعضهم، كيفاش ساعات بعد ما يظهروا يجبدوا ساسيات ويلموا كل الوسخر كل ويلموا. اقسم بالله تقول جابون بالله العظيم، متحضرين تحضر كويس. ونحب نعدي ميساج نقول معناها واصلوا في المسيرات السلميه، عبروا على رايكم بالنسبه لشانكم، هو رئيسكم تعاودوا تنتخبوه تعاودوش تنتخبوه، هذاك شان يهم الشعب الجزائري، ولكن واصلوا في السلميه هذيا وان شاء الله ربي يقدركم ويعطيكم ما تتمنوا. اوكي. اللي بيقرر مش احنا، شعب الجزائر. يقدر امبارح التظاهرات ب 2 مليون. الجزائر من اقوى الدول العربيه. جيش الجزائر من أقوى الدول العربية، شعب الجزائر من أعظم الشعوب العربية اللي بتحب فلسطين. نتحدث عن الجزائر بكل أدب، نتمنى أن يسلمها الله من أي حرب أهلية، نتمنى أن يسلمها الله من أي انقسام، نتمنى أن يسلمها الله من أي فتنة، نتمنى التوفيق ونتمنى السلامة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمناضل حارب الفرنسيين، له ما له وعليه ما عليه. الشعب الجزائري سيد نفسه في هذا الموضوع. وأنا أقول لك في ختام الكلام، نتابع لأننا نحب الجزائر، اللي بيختاروا الشعب الجزائري إحنا معه. شفنا جميلة بوحيرد وأنا كان لي شرف اللقاء الشخصي فيها ومصافحتها، شفنا رمز وأيقونة الثورة العربية والثورة الجزائرية، جميلة بوحيرد شخصيا نازلة في الشوارع تتظاهر تطالب. دكتور، هل الجزائر يمكن أن تتعلم مما جرى في سوريا في العراق في ليبيا؟ هل يمكن أن يكون الدرس أقل صعوبة مما كان عليه في الدول الأخرى؟ هو كذلك. أولاً عندهم دولة قوية، اثنين شعور الوطني عالي، ثلاث انتمائهم للقضايا العربية كبير، أربعة مثقفين، خمسة متفاعلين مع الغرب لأنه كثير بيسافروا على فرنسا وأوروبا ومتطورين، وستة الأهم بأنهم ظلوا حموا أنفسهم من ما يسمى فيروس الربيع العربي، وكادت في بعض الجبال أن تظهر داعش وتبدأ، لكن حسموها وهم جبارين. إحنا كان أبو عمار يقول الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، إحنا جبارين صغار، الجبارين الكبار الجزائريين جبارين جبارين، لما بيقفوا مع فلسطين بيقفوا مع فلسطين. وبدي اعيد لك انا لما والحقيقه انا من كتر ما انا بحب الجزائر ان انا قاعده متابعه الاخبار بتاعتكم واخبار المظاهرات كل فتره، وحتى امبارح لما بوتفليقه اعلن ان هو مش هيترشح انا ذات نفسي بقيت فرحانه لكم بدل، واتمنى يا رب ان ما يطلعلكوش اي حاجه كده يعني تخرب عليكم الفرحه يعني، وان الموضوع يتم على خير. طبعا هو على فكره يعني الحال مش هتصلح بسرعه لان بوتفليقة اعلن ان هو مش هترشح وفي نفس الوقت اجل الانتخابات، يعني هو ذكي كان ممكن يترشح بس هو انا مش هترشح بس هاجل الانتخابات، يعني من الاخر انا اللي اقعد لكم في الحكم، فربنا يسترها عليكم يا رب ويجعل بلدكم دايما بلد عامر بالخير والبركه والديمقراطيه، ويرزقكم رئيس كده يعمر البلد، لان فعلا البلد دي اهلها حلوين قوي، انا حبيتهم ونفسي اقابلهم على الطبيعه وبس. يعني اتمنى ان رسالتي تكون وصلت ليكم، وربنا يا رب يديمها عليكم نعمه ويثبتكم ويرزقكم صلاح الدين والدنيا.